خير القرون مواقفا ومثالا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن في مجلس جديد من مجالس المغازي في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يعمره بالشباب المسلم الطاهر المحب الغيور المتحمس الفهم لدينهم. ونحن لازلنا في السنة الثالثة عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجيوش الإسلام تدك معاقل الفرس في الجبهة الشرقية، وأبو بكر قد وجه عدة جيوش بقيادة عدة من الصحابة إلى الجبهة الغربية إلى بلاد الشام. والجبهة الغربية تتبع دولة الرومان أمريكا العصر، بينما الجبهة الشرقية تتبع الاتحاد السوفيتي في ذلك العصر روسيا العصر الفرس. الجيوش متقدمة في الجبهة الشرقية وانتصارات تتلوها انتصارات، والمسلمون يحصدون أعداءهم حصدا، حتى إن نزول المسلمين في أي مكان ليثير الفزع والهلع في نفوس الفرس. اتجهت جيوش الشام إلى بلاد الشام، كل جيش إلى الوجهة التي حددت له، فهناك من اتجه إلى إلياء، وهناك من اتجه إلى دمشق، وهناك من اتجه إلى حمص، كل أمير بجيشه يتجه إلى الجهة التي وجه إليها. وهناك معركة حاسمة تنازع المؤرخون في توقيتها وتأريخها، ذهب كثير منهم إلى أنها كانت بعد فتح دمشق، وذهب البعض إلى أنها كانت قبل فتح دمشق. صنيع بن كثير، وهذا ربما ما أميل إليه، أنها كانت قبل فتح دمشق، وهي معركة اليرموك. واليرموك واد فسيح ببلاد الشام، وتقع الآن بالأردن اليرموك. لما توجهت جيوش الإسلام نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفا شديدا، وكتبوا إلى هرقل. هرقل اللي هو إيه؟ رئيس أمريكا العصر. وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان من الأمر. قالوا له إن جيوش المسلمين التي دكت الإمبراطورية الفارسية قد توجهوا إلينا، فيقال إنه كان يومئذ بحمص، ويقال كان، أي كان هرقل قد حج عامه ذلك إلى بيت المقدس. طبعا دول النصارى بيحجوا فين؟ إلى بيت المقدس. فلما انتهى إليه الخبر قال لهم ويحكم، إن هؤلاء أهل دين جديد. طبعا هرقل قبل ذلك في حديث البخاري قابل من؟ قابل أبا سفيان وسمع منه، ونصح هرقل الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل، ولكنهم صاحوا عليه فخاف أن ينقلبوا عليه، فقال إنما أردت أن أختبر دينكم. طبعا كم مكار، بخلاف مين؟
النجاشي عليه رحمة الله ورضي الله عنه. الهرقل قال لهم: ويحكم، إن هؤلاء أهل دين جديد، وإنهم لا قبل لأحد بهم. نفسنا يأتي ذلك اليوم، إن ما يكونش هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تنال منا. أنا نفسي أرى ذلك اليوم، أود أن أرى ذلك اليوم، أن أرى شباب الإسلام هو القوة الغالبة في العالم، وكل قوى الكفر تحت نعالنا. انظر إلى هرقل بيقول إيه: وإنهم المسلمين دول لا قبل لأحد بهم. يا سلام، يا يعني أنت أيها المسلم أقوى قوة في العالم؟ أيوة نعم، ده كلام مين؟ هرقل بيقول لأركان دولته ومملكته: فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام. يعني بدل ما نقتلهم نقول لهم انت عاوزين ايه؟ ندفع الجزية؟ خلاص ندفع الجزية وندفع لكم نصف خراج الشام وترجعوا من حيث أتيتم، ويبقى لكم جبال الروم. الجبال الروم وهي الجبال التي هي في شمال بلاد الشام، التي من تجاوزها، وهي جبال زاجرس وتوروس، هذه الجبال من تجاوزها خلاص انفتح له المجال حتى يصل إلى القسطنطيني، حتى يصل القسطنطيني. ولذلك آخر حاجة في العالم العربي شمالا جبال إيه؟ زاجرس وتوروس. الجبال ديت هي الحماية الطبيعية للدولة الرومانية. يبقى إذن هذا الرجل هرقل يعلم أن قوة الإسلام لن يقف أمامها شيء، وأنهم إذا لم يصالحوا المسلمين ويقعوا تحت حكمهم ويكونوا أذلة سيضيع كل شيء، سيضيع كل شيء من يد الرومان، حتى إن سلطان المسلمين سيقضي عليهم حتى يصل إلى جبال الرومان شمالا. فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام، ويبقى لكم جبال الروم. وإن أنتم أبيتم ذلك، لو أنتم ما سمعتوش كلامي، أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم. فنخروا، فنخروا أي عملوا أصوات بالخياشيم، نخر أي أحدث صوتا بخيشومه. فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش، لما يكون الحمير الوحشية كده بتجري كده تعمل أصوات من خياشمها، فكذلك كان هذا حالهم. وهذه عادتهم في قلة المعرفة والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا. عندئذ علم هرقل أنهم مهزومون، فسار إلى حمص وأمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء في مقابلة كل أمير من المسلمين جيش كثيف. إذن هناك عدة أمراء، هيبعت برضك عدة أمراء من الرومان، كل أمير قدامه أمير من الرومان بجيش كثيف. القوة العسكرية الضاربة لقوات المسلمين على الجبهة الغربية كان 21,000 مقاتل مسلم، وهناك روايات بتقول كانوا 24,000 مقاتل مسلم. يبقى ديت كل القوات الإسلامية على الجبهة الغربية 21,000 إلى 24,000. قوة الرومان أقل تقدير، بيقولوا الرواة كانوا 120,000، وهناك مؤرخين أوصلوهم إلى 270,000. لما يكون 270,000 يعني معنى ذلك إن كل واحد مسلم قدامه كام؟ 13 واحد، كل مسلم قدامه 13. لما يكون 120,000 والمسلمين 21، يبقى كل مسلم قدامه كام؟
لا مش 10، حوالي 5 أو 6، 5 أو 6 مثلا. على أي حال، هذا أمر مدهش وأمر عظيم. العدة أمور: الأول أن الجيوش الرومية تحارب في أرضها، وبالتالي إذا كسرت هذه الجيوش أمكن إمدادها سريعا. أمكن إمداده إيه؟ سريعا. يعني لو خرج جيش من المنصورة وحارب العدو عند سندوب، والجيش ده بدأ إن هو يتلخلع كده ويضعف، إيه اللي يحصل؟ ممكن نجمع جيش تاني وراه، الناس كثيرة. إذا خطوط الإمداد بين الرومان وبين مراكز الإمداد وهي المدن في بلاد الشام موجودة سهلة، بينما ليست هناك مراكز إمداد للمسلمين. المسلمين ورا ظهرهم إيه؟ الصحر، ما بينهم وبين المدينة يجي 1000 كيلو وأزيد، وصحراء مكشوفة قاحلة، ويمكن للخيالة من الرومان أن يتتبعوا المسلمين ويحصدوهم حصدا. يبقى إذن قوة الرومان من حيث العدد كبيرة، من حيث التموين والإمداد أحسن. نمرة 3، من حيث الراحة جيوشهم أرتع وأروح، واخدين راحتهم. جيش المسلمين لسه جاي، ها، بينما هم جيوشهم مترعة، فبالتالي راحتهم أكثر. فالجيش لما يكون مجهود متعب غير لما يكون الجيش واخد إيه؟ واخد راحته وداخل المعركة. دي 3. 4، من حيث التسليح جيش الرومان أفضل. ليه؟ لأن الرومان عندهم المقاليع، المقاليع، وده سلاح روماني قديم، سلاح روماني قديم، واعتمده الرومان كسلاح منذ حروب القرطاجيين مع الرومان أيام زمان. حصلت حرب كبيرة جدا بين الرومان والقرطاجيين، وانتصر فيها القرطاجيون على الرومان باستخدام المقاليع. والاستراتيجيات الحديثة بدأوا يجيبوا مقلاع قديم، وبدأوا يجيبوا حجر صخر ويحطوه في المقلاع ويضربوه، فوجدوا ان قوة المقلاع 60 كيلو في الساعة، فبالتالي بتزداد هذه السرعة كلما قلت المسافة. وبدأوا من هم يجيبوا دماغ تقترب من الدماغ البشرية وضربوا فيها ذلك المقلاع، فحدث فيها نزيف داخلي مباشر، يعني لما يكون حجر صخرة وهذا الحجر مضروب من مسافة 500 متر، 500 متر يعني نص كيلو، يبقى إذن قوة هذا المقلاع ممكن تصل إلى حوالي 200-300 كيلو في الساعة. لما يجي الحجر ده في الدماغ حتى لو لابس خوذة حديد تكسر الخوذة وتعور الدماغ. كان معهم المقاليع دي، معهم السيوف الطويلة، معهم الرماح الطويلة، عندهم فرق بأكملها من رامي السهام والنبل. يعني ده مسألة خطرة جدا، يعني عندهم مثلا 50,000 كلهم سهام. أول ما تبتدأ المعركة دول بيكونوا موجودين في الأول، يمطروا الناس سهام ويرجعوا لورا، بعد كده حملة الرماح والفؤوس، بعد كده السيوف والخيالة تيجي بعد كده. ده نظام الحرب. إذن هم من حيث التجهيز أكثر وأكثر تسليحا، وأسلحتهم حديثة، وعندهم إمكانيات عسكرية مش موجودة عند المسلمين. طيب سنرى ما الذي حدث. معايا في الجو ده إخواني؟ طيب ننظر إلى الجيوش. فبعث إلى عمرو ابن العاص أخا له لأبوي اسمه تذارق، في 90,000 من المقاتلة، وبعث جرجة إلى ناحية يزيد ابن أبي سفيان، فعسكر بإزاءه في 50,000 أو 60,000، وبعث الدراقص إلى شرحبيل ابن حسنة في نحو ذلك، وبعث القيلقان في 60,000 إلى أبي عبيدة ابن الجراح.
وجميع عساكر المسلمين 21,000، 21,000. قلت لكم هناك رواية 24,000. كتب الأمراء إلى أبي بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم، جيوش جبار ومفيش هناك كفاءة، هنعمل إيه في ده؟ حاجة مدهشة يعني كده. لو احنا عدينا الرجالة قلنا لهم دول عندنا 100 عندنا 90 وعندنا بعد كده 60 و60 و60، عندنا جيوش كتيرة. فكتب إليهم أن اجتمعوا وكونوا جندا واحدا والقوا جنود المشركين، فأنتم أنصار الله. يا سلام، فأنتم أنصار الله، والله ناصر من نصره وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم عن قلة ولكن من تلقاء الذنوب. لا يهزم المسلمون بجيش، وإنما يهزمون بسبب ماذا؟ ذنوبهم، يهزمون بسبب ذنوبهم. إذا ما نحن فيه الآن من ذلة ومن ضعف وهوان وتسلط لأعداء الله عز وجل، إنما سببه الذنب، إنما سببه الذنب. ولذلك أهلك الله تعالى أمما سالفة، وذلك بذنوبهم. فقال أبو بكر: ولن يؤتى مثلكم عن قلة ولكن من تلقاء الذنوب، فاحترسوا منها، احترسوا من الذنوب. ثم قال صديق: والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد. وبعث إليه، أي بعث أبو بكر إلى خالد وهو بالعراق، ليقدم إلى الشام، يذهب إلى جبهة الشام فيكون الأمير على من به، فيكون الأمير على من به، فإذا فرغ من جبهة الشام عاد إلى عمله بالعراق. لما بلغ هرقل ما أمر به الصديق إن جيوش تجتمع، أمر جيوشه أيضا بالاجتماع، وبعث هرقل إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا وأن ينزلوا بالجيش منزلا واسع العطن. واسع العطن، العطن مبرك الإبل والدواب، ويقصد بذلك أن يكون ذلك المكان فيه العشب والكلاء الكثير لكي تأكل الإبل وتستريح. واسع المطرد، واسع المطرد، المطرد أن يكون الإمدادات تأتيه بيسر، إمدادات ممكن تجيله بيسر. ضيق المهرب، اللي عاوز يهرب ما يعرفش، اللي عاوز يهرب ما يعرفش، يبقى أماكن الهروب ضيقة فلا يستطيع أحد أن يهرب. وعلى الناس القائد الأعلى للجيوش الرومانية تذارق، وعلى المقدمة جرجة، وعلى المجنبتين بهان والدراقص، وعلى البحر الفيقار. البحر اللي هي القوات البحرية في إزاء القوات البرية. كانت عادة الحرب قديما أن هناك مقدمة وهناك مجنبتي الجيش، الميمنة والميسرة، وهناك القلب، وهناك الساقية. وخالد رضي الله تعالى عنه كان دائما يسير بتعبئته التامة، وبالتالي جيشه في وضع سعداد، وهذا أمر يرهق الجيش، لأن الجيش إذا كان في وضع سعداد فإنه يتزود القتال ويأخذ له أهبته،
بيشد الخوذة ويلبس الدروع، ودروع تقيلة. فالمقاتل الذي يسير مئات الكيلوات وهو يلبس سلاحه ويتجهز القتال في أي لحظة، إنه مقاتل محتسب. لا يمكن أبدا أن يتصور مقاتل يحمل سلاحه مددا طويلة إلا أن يكون محتسبا أجره عند الله عز وجل. إذن هرقل أوصى أن يكون الميدان بتاع القتال في مواصفات، في عشب كتير عشان البهايم والخيول والدواب تأكل وترتع فتسمن وتسعد القتال. الأمر الثاني أن يكون في هناك مداخل للإمداد. الأمر الثالث أن يكون مداخل الهروب أو المخارج الهروب ضيقة جدا، فلا مجال للهروب. إذن ليس أمام جنود الرومان إلا حاجة واحدة بس، وهي إيه؟ وهي إيه؟ لا، مش التسليم، القتال إلى الموت. القتال إلى ليه؟ إلى الموت، لأن هيرجع ورا يروح فين؟ المهارب ضيقة، المهارب ضيقة. ولعل الإمدادات كانت تأتي إليه من البحر، ولذلك كان على البحر الفيقار، ودي عادة الرومان. حتى في ذلك العصر تجد إن أمريكا العصر لها اعتماد خطير على القوات البحرية، يعني كل الشغل كله على الإيه؟ على البحر. ولذلك عندما أعان الله تعالى المسلمين في عهد عثمان، وكم ده كان الأول في عهد عمر، عمرو بن العاص قال لسيدنا عمر يعني يستأذنه أن يبنى أسطول إسلامي، أن يبنى أسطول إسلام ليكون للمسلمين قوة بحرية تطاول أمريكا العصر. وهنا ملحوظة لابد من التنبيه عليها أيها الشباب الكرام، أنه لا ينبغي للمسلمين أن يكونوا أذلة على أي صورة من الصور. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان السوق وكان النشاط الاقتصادي وكان ميزان التعامل التجاري لصالح اليهود. بالمصطلح الحديث، الميزان التجاري لصالح مين؟ اليهود. الأسواق الموجودة في المدينة كلها أسواق مين؟ اليهود. وإحنا عارفين قصة المرأة التي ذهبت تبتاع حليا لها من يهودي، فلما جلست إليه بتشتري منه، عمد إلى ذيل جلبابها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشف ساقه، رجلها كشفت، لا كشف يعني رقبتها ولا كشف مثلا عورتها ولا حاجة، رجلها بس. اللي دلوقتي العلمانيات الشيطانيات يطالبن النسوات أن يتبرجن، المرأة بس كشف رجلها. فصاحت بالمسلمين، قام رجل من المسلمين فقتل ذلك اليهودي. احنا في سوق اليهود وكلهم يهود، فقاموا على ذلك المسلم فقتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصار بني قينقاع فكان ما كان. يبقى إذن السوق والتجارة والاقتصاد في إيد مين؟ اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية بتقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واسع فقال هذه سوقكم. إذا لابد المسلمين كلهم إيه؟ سوق مستقلة عن أسواق اليهود. ولذلك لما تم فتح مصر، مصر لها سواحل البحر المتوسط، الشام سواحل البحر المتوسط، الرومان قوة بحرية خطيرة جدا، وهنا فكر المسلمون في إنشاء الأسطول البحري. طب المسلمين دولت طول حياتهم في الصحر، عمرهم ما ركبوا بحر. زي ما يكون مثلا واحد بيركب عربية، تيجي تركبه على جمل، يبقى ده هلاكه، يشعبط على جوعد على جمل ما يقدرش، صح ولا لا؟ إذا لن يستطيع المسلمون ركوب البحر. عمر بن الخطاب خاف على المسلمين، قال المسلمين دول شغلهم فين؟ قوات برية، لكن نعمل لهم أسطول فينقلب المسلمون إلى مشاة أسطول بحري، دي مسألة صعبة جداً.
المسلمين لن يطيقوها ولن يقدروا عليه ولم يتدربوا عليه، لغاية لما كان عهد عثمان بن عفان أذن بإنشاء الأسطول البحري، وأول أسطول بحري إسلامي أنشئ فين؟ في مصر، وأول قوات إسلامية بحرية خرجت من مصر. والقوات البحرية الإسلامية التي خرجت من مصر في عهد عثمان بن عفان بقيادة عبد الله بن أبي الصرح ومعاوية بن أبي سفيان والي الشام، خرجت هذه القوات وانتصرت في معركة حاسمة اسمها معركة ذات الصواري البحرية، وانتهت هذه المعركة باستيلاء المسلمين على جزر البحر المتوسط، رودس وصقلية ومالطا وكريت ده كله استولوا عليه. سبحان الله، يبقى الرومان بيهتموا بمسألة الايه؟ البحر. اذا قوات برية يجي 270 الف مقاتل في البر، وهناك امدادات من البحر، والامدادات البحرية عليها قائد رومان يسمى ايه؟ الفيقار. سارت الروم حتى نزلوا منطقة تسمى الوقواصة أو الواقوصة كده أو كده، قريبا من اليرموك، وهذا الوادي وادي سحيق، والناس اللي هم وصفوا ذلك الوادي قالوا إن ذلك الوادي أسفله مليء بالرمال المتحركة، يعني الوادي ده وراه على طول، وراه وقبل الجبال المحيطة به في هناك رمال، اللي ينزل فيها ممكن يموت فيها. طيب، فصار الوادي خندقا عليهم، يعني هذا الوادي أحاط بهم من جوانب كثيرة فصار كالخندق عليهم. بعث الصحابة إلى الصديق يستمدونه ويعلمونه بما اجتمع من جيش الروم باليرموك، فكتب الصديق عندئذ إلى خالد الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل، يقفل أن يرجع ويعود سريعا بمن معه إلى الشام. فإذا وصل إليهم، احنا عندنا مين في الشام بقى؟ أبو عبيدة بن الجراح، وبعدين من كمان؟ ها؟ معاوية وأخوه يزيد وشرحبيل، وعندنا كمان مين؟ ها؟ أبو عبيدة من أبو عبيدة عامر بن جراح. يبقى عندنا أبو عبيدة بن جراح وعمر بن العاص ومعاوية وأخوه يزيد وشرحبيل. خالد بن سعيد رجع تاني، مش احنا قلنا في المرة اللي فاتت إن خالد رجع؟ خالد بن سعيد رجع. يبقى عندنا خمس أمراء موجودين في جبهة الشام. خالد بن الوليد ينتقل إلى جبهة الشام، فلما يصل هناك يبقى هو مين بقى؟ القائد العام للجيوش الإسلامية في جبهة الشام. طيب، ما بين العراق للشام طبعا الموقف حرج، والجيوش الرومانية جيوش غادرة وبنحارب في بلادها، والناس دول كلهم نصارى، فيمكن هم ينقلبوا مع جيوشهم ضد المسلمين، وجيوش المسلمين قليلة وتجهيزهم بسيط، ها؟ فلابد لخالد أن يصل سريعا إلى جبهة الشام، أن يصل سريعا إلى جبهة الشام. استناب خالد المثنى بن حارثة على العراق، وسار خالد مسرعا في 9500، يبقى 9000، وعندنا قبل كده كام؟ 21 أو 24، يبقى المسلمين من 30 ل 35 ألف، يبقى مجموع جيوش المسلمين من 30 لكام؟ ل 35 ألف. ودليله رافع ابن عميرة الطائي. طب اشمعنى الطائي؟ لأن قبيل الطي من القبائل الشمالية، فهم أدرى الناس بضروب الصحراء في هذه المنطقة. فأخذ به على السماق. السماق اللي هو طريق كله عبارة عن شجر صحراوي ملتف، ومعروف ان الشجر الصحراوي ده بيبقى فيه أشواك شديدة جدا، أشواك شديدة صعبة القطع، من مر عليها أصابت،
فما بالك بقى بجيش فيه خيول وما إلى ذلك هتمر على هذه الأشجار، يبقى معنى ذلك إن هذا الجيش سيحدث فيه مصابات كثيرة جدا، ومعنى ذلك إن هذا الطريق لن يجتازه أحد، لن يجتازه أحد لأنه طريق وعر ومشقة، هو قصير ولكن كله مليء بالمخاطر. وسلك به أراض لم يسلكها قبله أحد. إحنا عندنا طريق طويل شوية، طويل مثلا 500 كيلو، بس في شوية مية، في أشجار، في سهول، في يعني وطي شوية أو سهل شوية أمشي فيه، ولا أمشي في طريق وعر ما فيش فيه نضعة مية وكله أشجار كلها شوك، ها أمشي دي ولا في ديت؟ أنا لو معايا عربي وطريق طوله 1000 كيلو ولكن معبد مسافلت، والطريق الثاني 200 كيلو بس كله مدبش، همشي في فين هو؟ همشي فين هو؟ في الألف. لكن خالد عاوز السرعة، عاوز يوصل سريعا، فيسلك الطريق القصير الوعر الذي لم يسلكه أحد أبدا، لم يسلكه أحد أبدا. لله درك يا سيف، يا سيف الله لله درك، ده إنسان جعل نفسه لله، لم يأبه بالموت. ترى كان بيقول عن نفسه إني لألقي نفسي على الموت، لأنه كان ينفذ وصية أبي بكر، يا خالد إذا أردت الحياة فاحرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. الإنسان اللي بيخاف من الموت سبحان الله بيموت، والإنسان الذي لا يلقي بالا ما شاء الله. تجد بعض الناس عنده طفل كل شوية يعمل ايده بالفينيك والصابون والبتاع مش عارف ايه، وكل شوية هوس يقول لك ده اعتناء. لو دبانة شافها جوه البيت، دبانة ديت لابد ان تقتل شر قتلة، بيبدأ على طول بالفلت ما ماتتش يجري وراها بالمدار بتاع حتى تقتل، لان لو وقعت على وش الولد ممكن تكون الدبانة ديت وقفت على واحد مريض وتنقل له العدوى، ولا بتنقل له عدوى تجيله العدوى فتنقل لاخواته العدوى، وبالتالي يبقى البيت كله بيت مرضي وما الى ذلك. هوس. انا رأيت بنفسي، كنت في قرية من القرى والله، وجدت ولد صغير لابس بنطلون، البنطلون ده يعني فردة طويلة وفردة قصيرة، والبنطلون ده مصنوع من حوالي 4 أنواع من الأقمشة، يعني كل يعني مترقع. الواد ده نايم على بطنه وبينقي هرد الجبنة من المش، يعني ناس عندهم بلاصي ورموه على جسر البحر، الواد نايم على بطنه وبينقي الايه الهرد بتاع الجبنة بتاع المش، ما شاء الله رقبته دي تخن كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وصحته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بينقيها من على جسر البحر، دود وطبان وبتاع وما إلى ذلك، أمر عجيب جدا سبحان الله. في الحرب الفيتنامية الأمريكية الجيش الأمريكي لاحظ ملحوظة في قمة الخطورة، إن مصابين الأمريكان اللي بيتم نقلهم سريعا إلى الخطوط الخلفية ومنها إلى مستشفيات الميدان ومنها إلى مستشفيات اليونان وإيطاليا، دول بيتأخر برؤهم، بيقعدوا مثلا لسنة إلى سنتين. الناس اللي هم ضلوا الطريق وبقوا في الغابات وهم جرحى والدبان وقف عليهم والطير وقف عليهم، الناس دول فترة وجيزة 2 3 أسابيع وبيعافوا. سبحان الله، احرص على الموت توهب لك الحياة، دي الوصية التي كان يعني يسير بها خالد رضي الله تعالى عنه. لو انت جبت عربية BMW احدث موديل ومشيت بها والطريق مسافلت من العراق الى اليرموك، ممكن تقعد معاك 5 6 أيام، ممكن تقعد معاك 5 6 أيام. نشوف خالد بن الوليد كيف اجتاز هذه المفازة وسميت الصحراء المدوية المهلكة
التي تهلك أصحابها سميت مفاز، لأن اللي يعدي منها فقد إيه؟ فقد فاز. هنشوف يا إخواني ما الذي حدث. سلك به أراض لم يسلكها قبله أحد، فاجتاب البراري والقفار، وقطع الأودية، وتصعد على الجبال. شوف كلمة وتصعد، مش وصعد الجبال، وتصعد على الجبال. هناك قاعدة في اللغة أن زيادة المبنى مؤذنة بزيادة المعنى، يعني كل ما زاد اللفظ كل ما زاد الايه؟ المعنى. لما يكون الجبل صغير يبقى صعد الجبل، ها يقوم ضارب الحصان بتاعه خبطتين، ها الحصان يطلع على الجبل. طيب لما يكون بقى الجبل عالي جدا، واقف واقف كده اهو، وبعدين طبعا ده صخر، وصخر مش مثلا مدبش، لا صخور كبيرة، كل صخرة ما شاء الله، يعني ممكن الخيل يجي يطلع الجبل، الحوافر بتاعته الحديدية تتزحلق على الصخر، يتقلب الفرس وصاحبه فيموت. وبالتالي صعود الجبال ده يحتاج إلى ماذا؟ إلى دربة، ويحتاج إلى رفق، ويحتاج إلى خبرة، ويحتاج إلى عجلة، ويحتاج إلى معونة من الله عز وجل. إذا مسألة صعبة جدا إنه يصعد الجبال الوعرة العالية. وسار في غير مهبع، المهبع الجمل لما يمشي ومعاه الهابع، الهابع اللي هو الفصيل بتاعه، الجمل يمشي وخايف على ابنه ماشي، الفرس لما يمشي ومعاه فرس صغير، الفرس الكبير يخاف على ابنه، فيهاب الأماكن الوعرة لأنه خايف على مين؟ على الفصيل بتاعه. فيكون وجود الفصيل الصغير للناقة أو الخيل من أعظم ما يثبط الجيش على المضي. ما فيش هناك مع الخيل ولا مع الإبل أي فصيل أو مهر أو نحو من ذلك، وهذا دليل على السرعة. طيب وجعل رافع اللي هو الدليل بتاعهم يدلهم في مسيرهم على الطريق وهم في مفاوز معطشة. ما فيش ولا ندعه مي، ولا ندعه مي. وعطش النوقة، يعني قبل ما خالد يبدأ ان هو يمشي في المفازة دي عطش النوق، الجمال عطشها كم يوم. وبعدين وسقاها الماء عللا بعد نهل، العلل معناه الري الثاني، العلل هو الري الثاني، وعللا بعد نهل يعني سقاها مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. يبقى عطش الإبل وبعدين خلاها تشرب كتير جدا، كل ما تروي الإبل وتمشي يخليها تشرب مرة كمان مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية لما امتلأت الإبل من المياه. وكممها، كممها أي جعل الكمامات على أفواهها حتى لا تجتر، حتى لا تجتر يعني حتى لا تتجشى فتخرج شيئا من مائها، يبقى حبس المية في في أمعاء الإبل. فلما فقدوا الماء، مشوا بقى في المفازة يوم وما تلقوش معهم بقى مية، خلاص فقدوا الماء، إيه اللي حصل بقى؟ فنحروا بعضا من الإبل فشربوا ما في أجوافها من الماء وأكلوا لحمها. شو بقى الفكر الخطير ده؟ يبقى هما لما مشوا شوية في الصحراء المفازة دي جاعوا، يعملوا إيه بقى؟ يبدأوا يذبحهم النوق التي شربت الماء، فيأكلوا اللحم بتاعها وبطونها ديت مليانة مي، فيشربوا. والمية في جوف الجمل مش بقى ميه سخنه، طب ميه كانها كانها ميه مثلجه، سبحان الله. شربوا من الماء واكلوا من لحمها. ووصل ولله الحمد والمنه في خمسه ايام.
الله أكبر، حاجة في منتهى العجب. قلت لكم من قبل إن رحلة خالد من العراق إلى الشام استوقفت منتو جومري ده، دي مارشال القائد الأعلى لجيوش الإنجليز والحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وده اللي كسر المارشال روميل اللي بيسموه ثعلب الصحراء. الرجل ده درس الحروب الإسلامية، درس الحروب الإسلامية، لأن الأكاديميات العسكرية يا إخواتي بتدرس الحروب القديمة. قلت لكم منذ قليل بأن حروب الرومان والقرطاجيين هذه الحروب إلى الآن بتدرس وتدرس في الأكاديميات العسكرية، في الأكاديميات العسكرية. وأول من استخدم طلقات الرصاص هم المسلمون، أول من استخدم البارود وطلقات الرصاص هم المسلمون، ويقال إنهم استخدموها واستفادوا منها من خلال المقاليع التي كان يستخدمها مين؟ الرومان. والرومان أخذوها من مين؟ من القرطاجيين، وهكذا. إذن هناك فن الحرب والاستراتيجية العسكرية القديمة تدرس، لأنها يمكن أن تطبق الآن، يمكن أن تطبق الآن. لك أن تتصور لو أن الجيش اليهودي في حرب 73 كان وضعه كوضع الجيوش الإسلامية. يعني إيه وضع الجيوش الإسلامية؟ ليس هناك ارتخاء، بل هو في حالة استعداد دائم. هل كان يمكن للجيش المصري أن يعبر القناة وأن يقاتل اليهود؟ ما كانش هيقدر. لكن من فضل الله عز وجل أن الله تعالى أعماهم وضرب على أبصارهم. وصل خالد في 5 أيام، فخرج على الروم من ناحية تدمر. تدمر ديت قريب من العراق في بداية أرض الشام، فصالح أهل تدمر وأرك. ولما مر بعذارة، عذارة ديت كان هناك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها رسولا فقتل، كان يسمى بمعاوية. فلما وصل إليها خالد، أنت البلد اللي أنت قتلت الرسول بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، فأباحها. أباحها يعني أعمل فيها السيف، لأن دم المسلم ده لا يمكن أن يذهب هدرا أبدا. الحقوق لا تضيع مع السنين، الحقوق لا تضيع مع السنين. يعني لو احنا ربنا جعل لنا نصرة وتأييد، هل يمكن أن نترك رجل مثل بوش دون أن نجري له محاكمة إسلامية؟ لا يمكن، تيحاكم محاكمة إسلامية لأنه مجرم حرب على الإسلام والمسلمين. يبقى الحق الإسلامي سواء كان عرض أو دم أو أرض أو مال أو دين لا يذهب أبدا. فكل دم مسلم سفك، ينادي على المسلمين أن يأخذوا بحقه، وكذلك كل عرض، وكذلك كل مال، وكذلك كل أرض. مر بعذارة فأباحها، وغنم لغسان، يعني دول كانوا من الغساسنة، فغنم منهم أموالا عظيمة، وخرج من شرقي دمشق، ثم صار حتى وصل إلى قناة بصرة، إلى بحر بصرة، فوجد الصحابة تحاربها، فصالحه صاحبها اللي هو بصرة وسلمها إليه، فكانت أول مدينة فتحت من الشام اللي هي بصرة. وبعث خالد بأخماس ما غنم من غسان مع بلال ابن الحارث المزني إلى الصديق، ثم سار خالد وأبو عبيدة ومرثد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص، وقد قصده الروم، فكانت واقعة أجنادين. هنقف عند ذلك القدر إن شاء الله، لأن أشعر أني حقيقة يعني أبلع ريقي بصعوبة شديدة، فسامحوني هذا اليوم. الله يبارك فيكم. هنقف عند ذلك القدر إن شاء الله، ولنا معكم وقفة لواقعة أجنادين وما بعدها من حروب الشام. نسأل الله تعالى
أن يقيض المسلمين من يحمل دينهم ويحارب عدوهم، وأن تكون الغلبة لجند الله على جند الشيطان. خير القرون مواقفا ومثالا.